تعالوا نتخيل كده لو طلع عليك اسد هتعمل ايه؟ ممكن تجري، ممكن تصوت، ممكن سيناريوهات كتير. طب جسمك هيعمل ايه في المشهد ده؟ جسمك هيقرا ان في خطر ويبتدي يطلع هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول. الهرمونات دي المفروض ان هي بتزود قدرتك الجسديه على ان انت تواجه او تجري. الفكره بقى ان مخنا مش بيفرق بين الخطر الجسدي والخطر النفسي. يعني مثلا انت مضغوط علشان عندك امتحان، جسمك هيقرا ان في اسد طالع يجري وراك، يطلع نفس الهرمونات اللي كان بتطلعها في مشهد الاسد. اتفقنا ان الهرمونات هدفها ان هي تساعدك ان انت تعمل جهد جسدي. طب انا عندي امتحان، انا عايز اقعد اذاكر، مش عايز اطلع اجري. لما بنبقى تحت ضغوطات نفسيه وما بنعملش اي جهد جسدي، الهرمونات دي بتبتدي تاكل فينا من جوانا. في جزء من المخ اسمه الهيبوكامبس، الجزء ده مسؤول عن التذكر والتعلم. ولو احنا مضغوطين نفسيا وما بنعملش اي جهد جسدي، الهيبوكامبس ده بيبتدي يتاكل ويكش، وده طبعا بيأثر على التذكر والتعلم. ممكن نبتدي بقى ننسى كتير، مش عارفين نفتكر الحاجات اللي احنا اتعلمناها. فالرياضه او الجهد الجسدي ساعات بيكون ضروره، مش حاجه نعملها لو عندنا وقت فاضي. خلوا بالكم من الهيبوكامبس بتاعكم بالذات في الوقت اللي يبقى فيه ضغوطات نفسيه كتير، ومش بس علشان تنقذوا الهيبوكامبس، بس اصلا الرياضه بتحسن الحاله المزاجيه وبتقلل التوتر واعراض الاكتئاب، وكفايه شعور الاندورفينز بعد التمرين. Thank you.